يسمعك ويشوف ويقول شيء يقول مو نواف نحاش في مباراة عمان. والله هذا نحاش انت اللي تقول نحاش الجسور نحاش. اقول انت احنا اقول اترك عنك اترك عنك اقول الجسور هذا انت عارف انه الجسور وصدقني يعني الكلام انكار الحقيقة يعني او شو تنظيرك حق الحادثة يا نواف؟ اصابة حقيقة ما تقدر. لا لا من نحاش انا اخذت 6 مع فولاد و6 مع نواف نحاش. الله اكبر الدكتور هو اللي يغرر. الدكتور اقول هذه هجمة مرتبة عارفينها لكن الكلام ما يهدم مجد الكلام والنقد يساوي قيمتك يعني. والحمد لله رب العالمين رد نواف خذ البطولة وخذ كذا مع النادي وخذ والله الحمد وفضل. أنا 4 سنين واقف إلى الآن يعني مطالبة وهذه نعمة كبيرة. بس نحاج كذا هذا يعني ما هذه قالوا يبوا على الشيخ طلال كذا وقالوا عن ميشن وكذا. يا رجل بطل الكويت بطل عاد يعني شوف أقول يعني بعد بطل الكويت معروف والله يا جماعة شخص إنجازات تكلم عنه ها ولا مدح ولا قال ولا كذا لكن يخفي صنائعه والله يظهر أن الكريم إذا خفيته صنعه. طيب. شيخ عذبي مثلا شيخ عذبي الفهد تمشي الكرام يعني أن السلاح جميع الناس تحمله لكن ليس كل ذوات مخلب بس ولا تكلم شوف انت الحين انت دخلت في موضوع ثاني. لا دقيقه اقول لك انا احنا قاعد نسالك انك انت نحشت ولا كانت ودينا لا عزيز نحشت اول شيء شنو ردك على هالجمله على هالنقطه يا نواف؟ ردي انا واضح ردي ان الشمس لما تقول هذه والله مو شمس هذا قمر انا ما ناقشك. لما تنتقد او تحاول انك تاذي البعوض يروح عند الاسد ويحاول ياذي شوفه وانت كرام حيوان ما يلتفت لانه واثق يهدم شيء هذا واثق. هذه في مباريات طيب في بطولات وفي ما ادري شنو وصدقني بقول لك الاعلام مهما كان ترى قالوا ساحر على الشفا وقالوا مجنون وقالوا كذا لكن بالاخير ما يصح الا صحيح. طيب والحمد لله رب العالمين. خلاص اخذ راي ابو عبد المحسن اسمع لانه ما اتكلم يقول لي نحاش بفصل عليه بعد العيد. لا نحاش لا شنو نحاش شنو والله مو انت اللي قايل هذه انت اللي قعدتني وقلتها ايوه نحاش هذا لا يقول جسر ما ينحاش اللي تربى مع نادي الغاتسيه ومع طلال فهد ما ينحاش هذا احنا نحاش لا يقول احنا ما نقول نحاش. شوف ابو سعود اي والله يقول قالوا نحاش ابو سعود اي والله ابو سيد هذا قال احنا تفضل اي والله شوف 17 مباراه انا 117 مباراه اي والله اي اذكر المحاسن لا دقيقه خلي ما انصاف الانصاف عزيز لا بس انت اذا تقولنا هذا في ذكاء منك والله بطالع ما تطلع كابتن نواف انا الكويت كلها قامت انا ما سويت شيء كابتن نواف بس ما تستفزني انا ردلك استفزيت يعني